السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم واحد الخبز كيجي رطب بزاف وكيجي رائع رائع، كيصلح للفطور في رمضان، كيصلح في الفطور العادي وفي الأعياد وفي المناسبات. إن شاء الله تتابعوا الفيديو حتى النهاية باش نشوفوا مع بعض المكونات وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو ملعقه كبيره من الخميره ديال الخبز. هنا عندي خميره ديال حبيبات، يعني ملعقه ممسوحه تقريبا 7 غرام بالنسبه للبنات اللي بغاو يعبروا بالغرام. غادي نحتاجو كذلك ملعقه صغيره من السكر، غادي نحتاجو 80 ملي من الماء الدافي او نص كاس ديال العنبه من الماء الدافي او للكاس الصغير ديال اتاي نقص منه 1 سنتيم، يعني ما عمرش بزاف، تقريبا نفس الكاس غناخدو به جميع القياسات. غادي نخلطو الخميرة مع السكر والماء وغادي نضيف عليهم واحد جوج المعالق ديال الدقيق. هاد الخطوة هادي مهمة لان الدقيق مع الخميرة كيعطي هو بحد ذاته نوع من الخميره، يعني كيعطي واحد الطراوه للخبز. هاد الخطوه ضروري، ممكن تعملوا جوج المعالق حتى لثلاثه، لكم الاختيار، ولكن المهم هاد الخطوه ضروريه باش تخلطوا الماء مع الدقيق والخميره. غادي نخلط هاد المكونات خبز. غادي نضيف الحليب، الحليب تقريبا كاس ونص ديال الحليب ما يعادل 230 ملي، 230 ملي ديال الحليب. غادي نخلط مره اخرى وغادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت حتى هي 80 ملي ديال الزيت او لا نص كاس ديال العنبه ديال الزيت. بالنسبه للملح حطيتها بالجنب، غنخليها حتى المرحله الاخيره، غادي نعملها مع الدقيق. غنخلط المكونات هذه مع بعض وغادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للكميه او لا الكميه التوتال يعني ديال الدقيق المستعمل في هذه الوصفه 350 غرام ديال الدقيق، تقريبا واحد 3 الاكواب ونص حتى 4 ديال الاكواب. المهم ان الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. انا عندي هنا دقيق متعدد الاستعمالات، يعني 350 هي اللي خدات ليا. بالنسبه للبنات اللي غادي يعبروا بالكاس، ما تاخذوش الدقيق مباشره وتعمروا الكاس، غربلوا الدقيق هو الاول مزيان عاده باش تعمروا الكيسان ديالكم، سينو راه غادي تاخذوا واحد لا كونتيتي، واحد الكميه كبيره بالكاس. داكشي علاش ديما الاغلاط كيكونوا في القياسات ديال الكاس، اللهم يعني بالغرام كيكون حاجه اللي هي مزيانه ومضبوطه. كنعجن العجينه سواء بمعلقه سواء بفرشيت سواء بالفوي او المضرب اليدوي، لكم الاختيار. غير هو المضرب اليدوي غيمسك لكم العجينه بزاف، يعني غادي باش انكم تنقيوه يفضل انكم تعجنوا بالمعلقه. غادي نعجن لحد ما صافي تبان لي العجينه انها بدات كتماسك، وغادي نعجن بيديا، ما كتحتاج انكم تدلكوها. ديما هاد المعجنات او اللي فيهم غير الفورص راه هما يعني كيتدلكوا بوحديتهم مع الخميره، فقط انا كتخلطي ما يكونش عندك التكتلات صافي وتعجني. المهم كنمشي بهذه الطريقه وكنجمع العجينه ديالي، ممكن نجمعها من هذا من الصينيه باش ما تبقاش يعني ملصقه، ولا المهم كنقي الصينيه. كما كتبان لكم انها كتلصق، صافي غنرش واحد شويه ديال الدقيق ونجمعها ونخليها حتى تخمر. غادي نغطيها ونخليها تخمر. الا كان مكان دافي راه غتاخذ لكم 40 دقيقه باش انها تخمر، او لا المهم كان عادي تقريبا ساعه. بعد ما تخمر هذا هو الشكل ديالها. هنا عندكم جوج الاختيارات، سواء غتخدموها بالدقيق او لا غتخدموها بالزيت. المهم انا غندهن يدي بالزيت وغادي نقسم هاد الكميه هادي على 4، غادي تعطيني 4 ديال الخبيزات. كل خبيزه تقريبا بحال دوك الخبيزات اللي كيتباعوا في
في المخابز العاديين، المخابز الشعبيه تقريبا ديك ديال 20 سنتيم تقريبا، هذاك هو القياس. يعني غنقسمها على 4، غتعطينا 4 الخبيزات ديال 20 سنتيم. وممكن انكم تقسموها على اكثر الا بغيتوا غير خبيزات يكونوا صغيرين. المهم غادي نقسم العجينه على النص هو الاول، من بعد غادي نقسمها على 4، حيت بلا ما غاديش نستعمل هنا الميزان باش انني زعما نحدد الوزن ديال كل وحده، غادي يعيني ميزاني صافي. ويدي مدهونه بالزيت وغادي نبدا نشكلها بالطريقه العاديه اللي مولفين. هذه هي الطريقه العاديه اللي مولفين كنقرصوا بها الخبز اولا البطبوط ولا المهم. هذه هي الطريقه اللي يعني اللي تعلمنا. غنمشي بنفس الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه كلها اللي عندي، غير 4، راه ماشي كميه كثيره، 4 ديال الخبيزات. هنا غادي نحضر سميتو غنحضر يعني باش غادي نرش هذه الخبيزات، يعني سواء اللي بغيتو بحال الزنجلان، بحال الخشخاش، زرعت الخشخاش، بحال الزرارع. المهم لكم الاختيار في التزيين ديال الخبز، تكونوا محضرينه من قبل، يعني منقي ومحضر من قبل، وتحضروا واحد يا الحليب يعني بالنسبه للدهن، يا الحليب يا صفر البيض. بالنسبه لي انا غادي نستعمل صفر البيض مع واحد شويه ديال الحليب وواحد القطيره ديال العصير ديال الليمون الحامض، على اساس ما بغيتش الريحه ديال الصفر البيض تكون. المهم غناخذ صينيه غادي نوضع فيها ورق طهي عفوا على الطبخ، وغادي نشكل خبيزات ما يكونوش غلاضين بزاف، يكونوا بحال البطبوط يعني الشكل ديالهم، لان باقي غادي نخليهم يخمروا مره ثانيه وهاد العجينه هادي راه كطلع. المهم غادي نشكلهم هنا، هاد الصينيه غتهز ليها غير 3، غادي نشكلهم كما كيبان قدامكم، هما 3 والرابعه غادي نعزلها في واحد الصينيه اخرى. نحاول ما امكن نرتبهم باش تهز ليا العدد هاد 3 اللي قلت لكم. والعجينه راه كتجمع واحد شويه، رجعوا ثاني بسطوها. المهم بهذه الطريقه باش نمشي حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. بالنسبه للطبخ ديال الخبز ضروري ضروري الورق ديال الزبده اولا الورق ديال الطهي باش ما يتلصقش لكم. هنا انا ما خدمتش بالدقيق، فقط بالزيت. راه ممكن انكم تخدموا نتوما بالدقيق، انا غير دهنت يديا باش ما تلصق وصافي. صافي وغادي نسرحها مزيان كما قلت لكم يكونوا شغلات، ومن بعد غادي نزينوهم بالاصابع. بالنسبه للتزيين ديال الاصابع عندكم جوج الاختيارات، كلشي جوج الاختيارات، سواء تدهنوا الاصابع ديالكم بالزيت وتشكلوها، اولا تخلطوا واحد شويه ديال الدقيق مع شويه ديال الماء وتشكلوها. راه الا شكلتوهم عادي يعني عادي غير بالدقيق، يعني غير الدقيق هكذاك عادي، وتبداو تعدلوا الحفر، راه غادي تلصقوا وما غاديش يتشكل لكم نهائيا هذيك الزواقه من بعد نهائيا. راه كاين اللي غيكون جربها وما صدقاتش ليه. دهنوا يديكم شويه ديال الزيت باش ما تلصقش، اولا خلطوا واحد المعلقه ديال الماء مع شويه ديال الدقيق صافي وتخدموا بها. غادي نغطي هذا الخبز وغادي نخليه يختمر مزيان لحد ما يطلع، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى لربع ساعه. هنا بعد ما خمر المره الثانيه كما قلت لكم غادي ندهنوا بصفر البيض مع شويه ديال الحليب ونقيطه ديال الحامض باش يحيد ليا الريحه ديال البيض. غادي نكون سخنت الفران في هاد الاثناء، هادي نكون سخنت الفران على 200 تقريبا 200-220 درجه. راه كل فران كل وحده كيفاش كتعرف طيب الخبز ديالها، كاين الفران اللي كيشد الحراره كاين اللي ما كيشدش الحراره. غادي نزين بشويه ديال الزنجلان وحبه البركه ولا الحبه السوداء. هنا باش غادي نزين هادشي اللي كاين عندي، كما قلت لكم الفران يكون مسخن من قبل، وندخل الخبيزات ديالي باش انهم يطيبوا ويتحمروا. ما كياخذوش وقت كتير، تقريبا بالنسبه للفران ديالي خداو ربع ساعه 20 دقيقه هكذاك، 20 دقيقه الماكس الماكس، يعني تحمروا طابوا
بسرعه، ما خداوش وقت كتير. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. كما كيبان لكم كيجوا رطبين بزاف، حتى هذا الخبز الى بات راه ما كي يعني ما كيقصحش، كيبقى بالرطوبيه ديالو. يعني كيبقى نقول لكم واحد 3 ايام 4 ايام كما هو، بلا ما تدخلوا لا الثلاجه لا حتى حاجه. البنات اللي بغاو يستعملوه ولا يستهلكوه في هذا الوقت هذا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم وشكرا على متابعتكم.